هذا الملف يتعلق بواحد الباخره اللي تم بيعها بطريقه تحايليه بوثائق مزوره في مدينه اكادير. هذه الباخره الاسم ديالها المهديه 3. اقتناها واحد الشخص على اساس انه اقتنى واحد جزء من هذه الباخره هذه بمبلغ خيالي، لانه اضطر عبره انه يدير يعني قرض بنكي، لكن مع الاسف تفاجئ بان وقع واحد الضحيه ديال واحد العمليه ديال النصب والعمليه ديال التزوير. كيفاش كتم العمليه ديال التزوير؟ ان فاش حكمت المحكمه باجراء واحد الخبره مشاو عند الخبير، هذاك في واحد السيد دلا بمجموعه من الوثائق، كل تلك الوثائق يعني فاقدة للشرعية القانونية. علاش؟ لأن من عندما نتكلموا عن فواتير تنتكلموا على واحد مجموعة من الأمور اللي خصها توفر في هذه الفاتورة، منها ليدونتيفيكاسيون فيسكال، منها الإغفاء، من هذه الأمور هي اللي قانونية. فكنلقاو بأن ذوك الفواتير التي تم الإدلاء بها لا تتوفر على هذه الأمور، لدرجة أن في الناس فاش مشاو يعني للمؤسسة المكلفة بالملكية الصناعية والملكية الفكرية تقول بأن لا وجود لهذه الشركة في السجلات ديال هذه المؤسسة، بمفهوم انها مؤسسه وهميه لا وجود لها في الاصل، ولا يمكن كذلك ان تكون موجوده وكدير 10 ولا 5 طريطات بمبلغ فيه فوق مليار سنتيم. اذا هذه المساله الاولى. المساله الثانيه تتعلق بالعقود ديال البيع، لان ملي كطلع العقود كتلقى عقد عرفي مدير عند واحد المحامي، ذاك المحامي انكر بانه انجز ذاك العقد وبان التوقيع ولا الكاشي ماشي ديالو، وقام بوضع شكايه في الموضوع ضد الشخص الذي ادلى بذاك العقد عند الخبير. بمعنى ان احنا اليوم امام واحد العمليه ديال النصب وواحد العمليه ديال التزوير اللي هي كبيره جدا، اللي راح ضحيه ديال هذا المواطن اللي بغى يستثمر في المجال ديال الصيد البحري واقتنى هذا الجزء من هذه الباخره هذه. لكن الخطير ان القضاء في هذا الملف لم ينصفه، وحتى النيابه العامه لم تنصفه. علاش؟ لان هو تقدم بشكايه فيما يتعلق بالتزوير في الوقت اللي هما بلاص ما يتابعوه بالتزوير اللي هو تزوير ثابت، تابعوه بالنصب. فاش مشاو للمحكمه الابتدائيه تم تبرئه هاد الناس هادو، رغم ان كل الوثائق هي في صف هاد الشخص هذا اللي وقع ضحيه ديال هاد العمليه ديال النصب اللي سميتو كمال المهداوي. هذا الملف هذا سيدخل مرحلة استئنافية، لكن لا يعقل أن مواطن يثق في مؤسسته وفي الوثائق التي تدلي بها داخل المؤسسات ولقى راسو يعني مشى ليه كل شيء بوثائق ليه مزورة، والقضاء بدوره لم ينصفه في هذا الملف. أنا اليوم جيت واحد الصدر اللي هو رحب، لأنني تضمت من واحد الناحية ديال واحد الموكل ديالي اللي سميتو المهداوي، اللي كانت عندي الدعوه ديالو الشكايه ديالو في مدينه اكادير. كانت الشكايه ديال التزوير ان هذا الشخص شرى واحد باخره في 2014، من 2014 وقف مدافع معاه حتى اليومين هذا. كان داير عده شكايات، فيما ان شكايه التزوير يعني العقد اللي قالوا بان العقد دار واحد العقد تزوير بيناتهم على اساس انه عقد صحيح، الا ان النيابه العامه تابعته وتحل قضيه التحقيق وما لازت هذه الشكايه. هذا ميت ساري هذا دوسو، انا كنت معاه عند قاضي التحقيق، بان لي تما واحد التعسف كبير، لان هذيك الباخره اللي هي النص ديال ديك الباخره اللي شراها الاخ المهداوي كانت بسميتو، الا انهم دلاو واحد عقود مزوره. بما يفيد ذلك ان العقود دارت في البلديه، وذاك اللي في البلديه دارت ب 2012 وكان موقف هذاك المسؤول على البلديه. وكيفاش دارت هذاك العقد؟ يوم الاحد ما كاينش مع عمل، وكنت انا يوم كنت حضرت مع اجراء التحقيق كلها، كان قلت على اساس قاضي التحقيق كان غادي يعتقلهم، لان بان لي باش يعتقل حتى انا بان لي ضروره الاعتقال، لان كيقولوا بان المحامي زور لهم العقد، فاذا بالمحامي هو براسو دار واحد الشكايه ضدهم اللي هما يزوروا. اذا هذه راه جريمه كبيره اللي كان المفروض على قاضي التحقيق. انا ذاك ملي شفت انا الملف عده مرات انتقلت كثير، كان قبل لي بان عند قاضي التحقيق الملف خاصو يامر باعتقالهم طبقا لمقتضيات الفصل 140 والقانون المصري الجنائي. اذا انا ذاكرت مع
السيد وكيل العام تاع عنده مشكوران وعند رئيس المحكمة الأمريكية من هذا المبرر أن واحد الرئيس هو زعما عنده واحد الصغر رحب اللي هو مزيان بزاف أنا أي واحد كان مزيان في أي منطقة كنشكره ضروري نشكره اللي كان عطانا صراحة إذا بي قاضي التحقيق أطلق صراحهم خلاهم في صراحة صراحة لا يعقل ميزان الحدة اللي فيه بزاف توابيس لأن هذاك الواحد هذاك مول الباطو مشى على الليترات عطاهم الليترات دوك اللي زوروا على أساس سبعة بأن مسلفوا الليترات دفعوا دوك الليترات البنكة خذوا البنكة بأن ما كاينش رصيد إذا هنا كل شيء مورد القضية حتى البنك اللي كتقول ما كاينش هناك رصيد رغم أن كان هناك رصيد بالنسبة لذاك بالنسبة للبنك اللي باع اللي طم رسمية طم الليتراس عارف راسو بأن طم من الليتراس وهمية هو مبحوث عنه وبالنسبة لهادو اللي داروا العقد المزور أنا كنت أسف لأن واحد ميت تحكم حال واحد ميت اللي دار أنا هو دار هو الأول دار النصب الزوار في المرة الأولى على أساس الجناية وتحالت على المحكمة الابتدائية أنا ثاني عاود درت الزوار وحلت عطيته للوكيل العام مالك قال لي صافي فإذا بحالة مرة أخرى المحكمة الابتدائية بأكادير حكموا داروا بالنسبة للشكاية اللي درت أنا الحفظ اللي سبق البت فيها يعني أن ذاك الميفع مجاري مفعول هذا الميفع تحكم هذا الأسبوع اللي فات اللي صدمنا اللي هو البراءة كيفاش هاد الناس داروا الجرائمية خبيثة جدا وخيمة جدا هاد الولد راه تقريبا من 2011 ما قيم كيبان لي حتى حاجه غادي كاين من هنا ومن هنا امام العداله كيمشي عند سعد النبوي سيتو الحموشي كنشكر السيد الذكي لانه مشى عنده هو اللي امره باش يديروا باش يحيلوا على الجنايات فعلا تعل الجنايات تحل قضيه التحقيق الا ان انا بعد انا متيقنه بان كان خاص قاضي التحقيق يعتقلهم لان كان بالنسبه لي حتى هو كان كيقول لي بان الاعتقال اذا بك تفاجئت بان تلقاهم في حاله صراحه ولكن دابا راه تحال الميت على الجلسه ديال نهار الثلاث مقبل ان شاء الله تم الجنايات الميت فيه جنايات نهار الثلاث غيكون في المحكمه وحنا غنمشيو نديرو عليه سميتو غندوزو الميت وان شاء الله غنطلبوا اعتقالهم داخل الجلسه لان محقنا تطبق الوقت ديال 1400 من قال مصدر الجنايه وتعتقل فورا كذلك بالنسبه دوك الليترات اللي هما داروا عليهم الحجز ملي داروا الحجز داروا ديك الباخره اللي عند المهداوي نص فيها كيفاش داروا فائقه داروا عليها الحجز والباخره غتباع الاسبوع الجاي نهار 12 شهر 11 كيفاش 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 هاد الشيء واش هاد الشيء عقد مزور ينتج عليه هاد الشيء واش عارف المحكمه كامله والقضاء والقانون عارفين بان هذا عقد زوار كيفاش داروا عليه التنفيذ وان شاء الله حنا غنمشيو للمحكمه بأكادير وغنوقفوا هاد الايقاف التنفيذ نظرا لخطوره الافعال بما يخص الجنايات باقي متابعينها ما يخص حقوق المهداوي لان المهداوي ضاع من 2014 وفي محاكم ضرب جميع الابواب ضرب جميع انا براسي راه عمي وانا كنمشي لاكادير غربي في ثلاثه ما عرفتش كيفاش وان شاء الله نوصل الحقيقه ولا شيء الحقيقه كانت تعرفوني كما عهدتكم بانني اي واحد مظلوم كنبقى معاه حتى النهايه وما غنفوتش على التشويه